عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة التي سأتحدث فيها عن نظام السويفت الذي يهدد البنك المركزي في عدن بقطعه عن صنعاء، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي زادت فيها معاناتنا الاقتصادية جراء الاستهداف السعودي المتعمد للاقتصاد اليمني سواء في الشمال أو في الجنوب، والذي لم يشتد إلا بعد دخول اليمن في معركة طوفان الأقصى إسنادا لغزة. فما هو نظام السويفت وما التأثير الذي سيحدثه إيقاف هذا النظام على الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، وما تداعيات ردة فعل صنعاء على هذا التأثير؟ وهذان هما سؤالان مهمان وهما محور هذا المقطع، ولمعرفة الجواب اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس دعما وتشجيعا منكم للقناة لكي تستمر، وكونوا معي بعد هذا الفاصل القصير. طبعا هناك الكثير من الناس لا يعرفون ما هو نظام سويفت، وأنا شأقول لكم هنا ما هو هذا النظام. هذا النظام هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية، وهي منظمة تعاونية موجودة في بلجيكا ولا تهدف إلى الربح. هذه المنظمة تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة. وهنا سيسأل بعضكم الآن إيش معنى خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية؟ والمعنى أعزائي هو خدمة التحويل المالي من دولة إلى دولة أخرى. يعني لو معاك واحد في الصين، أخوك أو أبوك أو صاحبك، وبينك وبينه معاملات مالية وتشتيه يحول لك مبلغ مالي معين، فسيقوم بتحويله لك إلى أقرب بنك في بلدك اليمن. يعني يقوم يعمل لك حوالة عن طريق هذه الخدمة إلى اليمن. ولو كنت تعمل بالتجارة عبر شركة الإنترنت، أو كان عندك قناة أو موقع تجني منه أرباح وتشتي تشل هذه الأرباح، فالذي ستقوم به هو فتح حساب خاص بك في أي بنك موجود في اليمن، بشرط أن يكون هذا البنك يملك خدمة أيش؟ خدمة السويفت. وبعدها ستعطي رقم هذا الحساب الذي عملته في البنك للجهة التي لديها حقك الأرباح، وهذه الجهة ستقوم بعد ذلك بإرسالها لك بالدولار إلى حسابك أو بأي عملة أنت تحبها. طبعا فكرة أو نظام السويفت هو نظام عالمي نشأ في نهاية الستينات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة الخاصة به في عام 1973، ومقرها الرئيس هو كما قلنا في بلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977. وأحب أن أنوه أنه ليست كل الدول المشتركة في هذا النظام، حيث أن عدد الدول المعتمدة عليه لا يتعدى سوى 209 دولة حول العالم، ونحو 9000 مؤسسة من أصل ملايين المؤسسات. كما أنه ليس النظام الوحيد في العالم، لكنه يتمتع بمزايا أبرزها السرعة والدقة والعمل على مدار 24 ساعة، يعني يرسل لك إن شاء الله حتى فجر ما تدري إلا وقدر المبلغ في حسابك. الآن خلصنا من الجانب الأول وهو معرفة ما هو نظام السويفت. نأتي إلى التأثيرات التي ستحدث نتيجة إيقاف هذا النظام. فكلنا نعلم مع فشل حكومة التحالف بعدن في إجبار البنوك التجارية على نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، بدأت بالتلويح بخيارات تصعيدية منها قطع نظام السويفت الذي تحدثنا عنه قبل قليل. فما تأثيرات إيقاف هذا النظام؟ طبعا تأثير قطع النظام عن بنوك كبيرة سيكون له تأثير على عملية نقل الأموال الكبيرة، يعني ما عدتهاش عملية نقل الأموال، ما عدتهاش إلى حاجة ثانية.
يعني سيمنع انتقال الأموال الكبيرة الخاصة بالتجار والتي يخشى من اعتراضها. لكن بالنسبة للتحويلات المالية للأشخاص لن يكون له تأثير، خصوصا مع بدء شركات صرافة استخدام الإنترنت، يعني في شركات بديلة تقوم بعملية التحويل كموني جرام وويسترن يونيون وسكريال إضافة إلى باي بال. وبالتالي فإيقاف هذا النظام سيكون تأثيره على اقتصاد حكومة صنعاء ضعيفا لا يذكر، ولكنه قد يحدث أثرا معنويا في نوايا الأطراف المتصارعة، وأقصد بهذه الأطراف صنعاء والرياض. فصنعاء من خلال قيام الرياض بتعضيل هذه الخدمة ستثبت لصنعاء أنها غير جادة في مفاوضات السلام، وأنها تسعى إلى التصعيد اقتصاديا أكثر فأكثر، الأمر الذي قد يدفع صنعاء إلى الرد على هذا الإجراء عسكريا، حيث ستحرص على أن يكون هذا الرد ردا قويا وقاسما وعنيفا، سيجعل الرياض تندم على اتخاذ هذا القرار، وسيجعلها تفكر بعد ذلك ألف مرة ومرة فيما لو أرادت العودة إلى خطوة تصعيدية أشد، وهذا ما سيدفعها في النهاية إلى التسليم لإرادة اليمنيين. طبعا الضربة التي ستقوم بها صنعاء قادمة ولا شك، وما عليكم اليوم إلا ترقبها، لأن السعودية لا يمكن تخضع إلا إذا شيء ضربة، إذا شيء صميم يرغمها على أنها تسلم. هذا ما أحببت إيصاله لكم اليوم، وفي النهاية أرجو منكم إبداء آراءكم وكتابتها في تعليق، والذي عنده أي إضافة فلا مانع من أن يضيفها في تعليق، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.